السلام عليكم. توقت مباراة المغرب وإيطاليا اليوم استعدادا لكأس العالم 2023 للسيدات والقنوات الناقلة لهذه المباراة، حيث يتواجد المغرب في المجموعة الثامنة من كأس العالم للسيدات إلى جانب كل من كولومبيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، بينما تتواجد إيطاليا في المجموعة السابعة إلى جانب كل من جنوب أفريقيا والأرجنتين والسويد، ويستضيف ملعب باولا مازا بإيطاليا المباراة الدولية الودية بين المغرب وإيطاليا استعدادا لكأس العالم للسيدات اليوم السبت 1 يوليوز 2023 في حدود الساعة 5:15 مساء بتوقيت المغرب، 7:15 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل مباراة المغرب وإيطاليا على قناة الرياضية المغربية.